مرتين كل التوا تمام مرتين يعني شعب يريدها تمام صبرتي سنة ما عاد يضرش يوم أرجوش لا تعجلي ولو يزيد الحاوم وإحنا ليش العجل لو تسمحوا يا قوم إيش رأيكم تصبروا ولو ثلاثة الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام أقولوا يا ناس رجال العدامة بات تضر والحكومة سم مقاتل من يزعلها قبر بيجوب الجيش كله يعلنوا حالات خطر يقتلوكم يحبسوكم ما لنا منهم مفر الشعب لازم يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام إذا ضروري نتفق على خبر مدام أنتم تهمون الخطر هيا نحاورهم حوار ساخن ونتفق معهم باسم المواطن خلاص هذا آخر التجارب لأننا الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يقول في موضوع هذا ما أنتم مرضي هذا عندي فكرة أحسن من هذا بكثير ما رأيكم لو نفعل انتخابات ونرشح الأفضل وما مضافت ومجلس منهم يدي ضمانات ونقسم السلطة ونبطل القات لأن القات هو إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام هذا كيف يفعلكم طيب؟ ما رأيكم أن ننتظر شوية أو الرئيس يعالج القضية ويغير الأوضاع بصدق نية الاقتراحات غير منطقية الشعب لا لا أنا داري مش منطقية مش سؤال الشعب يريد إسقاط النظام إيش رأيكم يا شباب إحنا ويا نجلس نعرض عليه الكلام في قاعة المجلس من غير ما تخرجوا مظاهرة تحبس نحنا شفن قاهرة كلا ولا تونس الشعب هنا يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام ما رأيكم لو قال لكم عيغير الحكومة ويكون يسوي كل يوم للجاوع العزومة ويكون يدي للشباب العاطلين معاشات واللي ينوموا في الرصيف يصرف لهم فراشات الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام قد قال لنا عي حاكم الفاسدين ويقطع ايدي السرق والمجرمين حتى ولو قدهم متقاعدين ويساعد العمال والموظفين ويطعم العمي والمعوقين ايضا ويفتح سجل الناخبين ويصرف كل مواطن من 1100 شخص الشعب هذا مع الخلف اسقاط النظام اذا انا عرفت قصدكم الكلب زاد وطال صبركم وهم بيبنجحوا من حقكم وانتو مساكين ايش بيدكم حتى انا ضابح من جيزكم الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يوما أرى